بدكم سلطة كتير سهلة وزاكية، ما إلكم غير التشيكن سيزر سلد. فإذا جاهزين خلينا نشوف شو هي المكونات وطريقة التحضير. وأول إشي بنبدأ بتجهيز الكروتونز، فمنقطع خبز التوست للبايت سايز، ومنوزع الملح والفلفل والبهارات الإيطالية وزيت الزيتون، ومنخلطهم بإيدينا ليتوزع الزيت والبهارات على قطع الخبز، ومنحمل إير فراير على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ومنوزع الخبز على طبقة واحدة. فإذا عندكم كمية اعملوهم على مراحل، ومنتركهم من 5 إلى 7 دقائق أو لغاية ما يتحمصوا، بس بعد تقريبا 3 دقائق بنقلبهم على الشقة الثانية، وهيك صاروا جاهزين كريسبي ومحمصين. ولتجهيز الدريسنج بجاط نضيف المايونيز والتومة المهروسة وعصرة من الليمون والخل الأبيض وزيت الزيتون ورشة من الملح والفلفل الأسود، ومنخلط لتتجانس المكونات مع بعضيها. بعدين منضيف البارميزان تشيز وشوية من الخردل، ومنرجع ومنخلط لتتجانس المكونات مع بعضيها. وبجات تاني منضيف الملح والفلفل الأسود والمونتريال تشيكن سبايسز، وإذا مش موجودين بدلوهم ببهارات الدجاج، ومنوزع شوية من زيت الزيتون ومنخلط لتتجانس المكونات مع بعضيها. ورح نستعمل الدجاج، ويفضل يكون بهاي السماك، ومقيوم عنه الجلد والعظم، ومنوزع عليه خليط زيت الزيتون من الشقتين. وبمقلاية وعلى حرارة عالية المتوسطة منضيف الزبدة، وأول ما تذوب منوزع قطع الدجاج على طبقة واحدة. فإذا عندكم كمية اعملوهم على مراحل، وبنتركهم تقريبا من 3 إلى 4 دقائق أو لغاية ما يستووا ويحمروا، بعدين بنقلبهم على الشقة الثانية، وبنتركهم كمان لمدة 2 دقائق أو لغاية ما يستووا، وبعتمد على حسب سماكتهم. بعدين رح نرفعهم على النار وبنتركهم لغاية ما يبردوا شوي صغيرة. وبجات التقديم منوزع الخس الروماني المقطع للبايت سايز، ومنوزع عليهم الدريسنج، ومنخلط بإيدينا لغاية ما يتوزع الدريسنج على الخس، ومنوزع قطع الدجاج بعد ما يكون برد وصار على حرارة الغرفة، وبعدين منوزع الكروتونز، وآخر إشي منوزع البارميزان تشيز. وهيك سلطتنا صارت جاهزة، فمنقدمها فورا، وبتلاقوا كل المكونات موجودين بالديسكريبشن تحت الفيديو. جربوها رح تحبوها.